مساء الخير. عايز احيي كل واحد موجود النهارده عرف يجي وسط التراب والحر والجو الصعب ده. برافو عليكم. سلم على اللي جنبك وقول له انت بطل. الجمعه اللي فاتت اللي منكم اتفرج على الوعظه او سمعها او حضرها، انا خلصت الوعظه جوايا حاجه واحده، انا مشتاقه لربنا قوي، انا عاجبني ده، انا عايزه ده، انا عطشانه ليه قوي، انا مش فارق معايا اي معطيات تانية، انا مش عايزه غير ربنا، انا بحبه، انا عايزاه قوي. معرفش كم واحد اتنقل له الانطباع ده، بس تعالوا نقرا مزمور 63 ونقول الكلمات دي ونقول يا رب احنا جعانين ليك، احنا عايزينك قوي، انت احلى واحد، احلى واحد ينفع نجيله في اي وقت. تعالوا نقف مع بعض. مزمور 63. يا الله الهي انت، اليك ابكر، عطشت اليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. بس هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يداي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي يمين بك، يمينك تعضدني. يا رب جعانين قوي ليك. يا رب أنا جعانة قوي ليك وعطشانة لحضورك، حتى لو كانت أرضي نشفانة بأجد أني أقول لك أنا عطشانة ليك، أنا عايزة مية. وحتى لو كنت واقفة في مكان ارتواء هقول لك مش كفاية، مش كفاية خالص، أنا عايزة أكتر، أنا عايزة أكتر، أنا عايزة أتغير وشابه ابنك يسوع، أنا عايزة أعاين مجدك، أنا عايزة أستمتع بيك، أنا عايزاك أنت وحدك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، حبك لا سواك هو الذي يشفيني. أنا
عايزين نفضل بصين عليك، ولما نبص عليك أكتر نستنير ولا نخجل، ونفضل بصين عليك لغاية لما نشبع ونتملي بجمالك وحضورك، وننور وننور وننور. وتيجي الوقت، يجي الوقت اللي تقول فيه حولي عني عينيك، لأنهما غلبتاني يا كنيسة، غلبتيني بحبك. اسبينا اسبينا فيك، جعانين 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 ليك، جعانين لحضورك. احنا عايزينك انت وحدك، عايزينك انت وحدك مش حد تاني، عايزينك بشخصك، عايزينك بشخصك يا رب. هذه كلها تزاد لكم، كل عطاياك بتزاد لينا. احنا عايزينك انت بشخصك، عايزينك انت بشخصك وحضورك، حضورك اللي يملانا، حضورك اللي يكتحنا.
أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع، ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. خلونا كل اتنين واقفين جنب بعض، عبر عن جوعك واشتياقك للرب وعطشك ليه، وكلمه عن هو مين وانت عايزه قد ايه، وانت عايزه هو بنفسه قد ايه. عايزينك انت وحدك وحدك وليس سواك، وحدك وليس سواك، مش غيرك ولا حد زيك. انت جميل، انت جميل، انت امين، مفيش حد يملى عينيا غيرك، ولا حاجه تملى عينيا غير مجدك وملكوتك. عايزك انت، عايزك انت وحدك، عايزك انت وحدك، عايزك لاخواتي، عايزك للكنيسة، وحدك وحدك يا يسوع.
واللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه، واللي هيقرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي هيدوق حلاوته يفضل قريب منه. ده يسوع حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. ده يسوع حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. ده يسوع حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. في كل الكفاية يسوع.
المنبر بكل قلبنا. هو بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك. كمان بعلو الصوت وأكون في حضورك كل الحياة برتاح شوي فلوقك مشتاق
خلينا نكمل عبادتنا واحنا بنكرم الرب بعطايانا. اوعى تفتكر ان وقت السكوت ده احنا مش عارفين نعمل ايه، لكن هو وقت غالي. احنا مش ما عندناش كلام يعبر قدام بهاء الرب. هو وقت غالي الرب بيتكلم فيه، وهو وقت تسبيح من القلب. حضورك مليان سلام، مليان فرح، مليان أمان، مليان حنان، مليان عذاب. حضورك مليان جمال، مليان شبع، مليان براحة، مليان صراحة، مليان شفاء. عندي اعلانين صغيرين كده وبقولهم عشان خاطر الناس اللي بتشاهدنا، ويمكن بعد كده حد يعيد عليكم مره تانية الاعلانات. الخميس اللي جاي العائله تصلي. احنا بنعمل اجتماع واحد في الشهر لينا ككنيسه نصلي مع بعض، ومش بنزيعه عشان نصلي براحتنا، ناخد راحتنا. وبيكون مساء الخميس، بيبتدي متاخر من الساعة 8 لغاية الساعة 11، فبناخد راحتنا كده ونصلي العائلة، عائلة الكنيسة تصلي، الكبار والصغيرين. لقائنا الشهري الخميس اللي جاي بمشيئة ربنا. نشكر ربنا عشان خاطر معا بنصلي، والمرة اللي فاتت في كنيسة الشرابية الرسولية كان لقاء مجيد جدا. كم واحد حضر كده؟ كم واحد اتفرج عليه في التلفزيون؟ ماشي، هايل.
اللقاء الجاي هيكون في مصر الجاية إنجلية الثلاث الأخير 28 مارس. سجلوا الحاجات دي عندكم لأن أفتكر دي لقاءات تاريخية، كنيسة بتسجل حدث تاريخي، كيف نجتمع معا لنصلي ككنيسة يوم الخميس، ونجتمع معا لنصلي كالكنيسة بمشيئة الرب في مصر الجديدة الإنجلية يوم الثلاث 28. الإعلان الثاني برضو مهم قوي، تتشرف كنيسة دبارة باستضافة خدمة العالم يحتاج إلى أب، صديق أعرفه من سنوات اسمه القسيس كاسي بدأ الحركة دي حول العالم، العالم يحتاج إلى أب، غياب الأبوة أثر في العيلة وفي المجتمع وفي الكنيسة تأثيرا هائلا، وابتدى حركة بتجتاح العالم المسيحي وغير المسيحي تحت عنوان العالم يحتاج إلى أب. هيكون موجود عشان عنده سيمينار مخصوص في سيتي ستارز مفتوح للكل، وتطوع انه يدينا كده فري يوم الاثنين 20 مارس ليلة عيد الأم، فيبقى مناسبة كويسة قوي ان الأباء والأمهات ييجوا كده عشان يحضروا العالم يحتاج إلى أب. الكاسي وباسم عبد الملك اللي بيعمل الخدمة دي في مصر هيكون معاه عشان كمان الترجمة. تعريف النجاح وتحقيق الهوية لأولادنا ولنا أيضا، الشاشات والسوشيال ميديا وتأثيرها وكيفية إدارتها مع أولادنا، مثالي دي المشكلة القائمة في كنيسة أسد دبارة يوم الاثنين ساعة كام؟ 6:30 على حسب عدد الحضور، يا هناخد الكنيسة يا هناخد قاعة من القاعات الملحقة، حيبان الكثافة الحضور، ودي فرصة هائلة لو عايز تروح سيتي ستارز وتحضرها هتدفع شيء وشويات، لكن هنا مديانها فري. طيب اوريدي فات 4 دقايق من ال، شفتي بقى انه بتضحكوا عليا، مش عايز حاجة؟ ماشي اوكي. كم واحد حضر الجمعة اللي فاتت عشان عايز اكمل، يرفع ايده كده عالي، كم واحد لا شافها ولا حضر ولا اي يعرف اي حاجة في اي حاجة يرفع ايده كده. طب اللي لا شاف ولا حضر ولا اي حاجة، يعني اللي في النص دول ايه بقى، مش عارف ايه يعني اللي في النص دول، انا اعرف منين حضرتك حضرت ولا ما حضرتش؟ ماشي اوكي. طيب حاول اخد مراجعة سريعا عن اللي انا قلته يوم الجمعة لان مش عايز اكرره، انا عايز اكمل عليه، الوقت خلص مني فأطمت الحتة اللي افتكر في غاية الاهمية. احنا عنوان هذا الشهر بيبقى متعلق كده، سلام لكم وسط العاصفة الاقتصادية اللي بنجتازها واللي عمال تعلى، وسط الزلازل والأمراض ووداع الأحباء اللي بيحدث بيننا، المسيح جاي في قلب العاصفة دي ويقول سلام لكم. جاء للتلاميذ في قلب المارق القارب وهو تضرب الرياح وقال لهم لا تخافوا أنا هو. وعنوان الأسبوع الأول زي ما هو محطوط كده، الأربع أسابيع متعلقة كده عشان ما ننساش، يسوع رجاؤنا وده مصدر للسلام، يسوع حياتنا وده مصدر للسلام، يسوع سلامنا وأفتكر ده مصدر للسلام أكيد، وبعدين يسوع صديقنا وده مصدر للسلام، رفيقنا معنا يغمرنا بهذا السلام. فعنوان الأسبوع دوت يسوع المسيح رجاؤنا. طيب خلوني أقرأ الجزء اللي أنا هركز عليه النهاردة في حديثي، وبعدين هاخد الملخص بتاع المرة السابقة. الأصحاح الشهير اللي حتى في قداسات الكنيسة الأرثوذكسية بيقرأ بانتظام في وداع الأحباء وفي الصلاة على الراحلين هو كرونسوس الأولى صح 15، صح طويل جدا وبيتكلم عن حقيقة القيامة وهزيمة الموت، ولأنه أصح طويل عشان أقراه هاخد كل الوقت المتاح ليا، فأنا هقرأ بعض الباراجرافات فقط من أصح 15 ومن عدد 1. بصوا التعريف ده إيه هو الإنجيل، وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون
فيه. ايه هو الانجيل ده؟ اربع انجيل. لا لا، الانجيل ملخص في العباره اللي هيقولها ديت: وبه ايضا تخلصون، بشرتكم وقبلتموه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون، ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به، والا اذا كنتم قد امنتم عبثا. ايه هو الانجيل ده؟ فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. هو ده الانجيل اللي امنتم به وتخلصون به، ان المسيح مات من اجل خطايانا، وانه دفن، وانه ايه؟ قام في اليوم الثالث كما في الكتب. وبعدين عدد 12 بيقول: ان كان المسيح يكرز به انه قام من الاموات، فكيف يقول قوم بينكم ان ليس قيامة اموات؟ اذا كان المسيح قام وانتم امنتم بكده، ازاي في ناس بتقول ما فيش قيامة اموات، اللي مات ده خلاص واخر القصة كده؟ مفيش حاجة اسمها كده، لان لو ما فيش قيامة اموات يبقى المسيح ما قامش، ولو المسيح ما قامش يبقى انتم بعد في خطاياكم. وبعدين بيقول العبارة الجميلة ديت في عدد 18، في عدد 19: إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. إن كان رجاؤنا في المسيح هو في كم سنة اللي احنا عايشينها هنا بس وخلاص، احنا أشقى جميع الناس، لكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. ليه نبقى احنا أشقى جميع الناس؟ عدد 30: لماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إن بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. إن كان إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس، فما المنفعة؟ إن كان الأموات لا يقومون، فلنأكل ونشرب، لأننا غدا نموت. لا تضلوا، اوعوا تسمعوا الكلام الفاضي ده، المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هاخد الباراجراف الأخير اللي هركز عليه كتير في حديث النهاردة. هو ذا السر أقول لكم، عدد 51: لا نرقد كلنا، لكن كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق، فيقام الأموات عديم الفساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت لابد أن يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة هنا بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي، إذن لو ده إيماننا، لو ده رجاءنا، إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا رسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. كلمنا يا رب، واملأ عيوننا بهذا الرجاء المبارك، عشان نكون ثابتين غير متزعزعين، مكثرين في عملك كل حين، عالمين يقينا أن تعبنا ليس باطلا في الرب. في اسم المسيح، آمين. في كولوسي 1:27 بيقول كده: الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح يسوع هو رجاؤنا، المسيح فيكم رجاء المجد.
ده عنوان الخدمة بتاعتنا. هقول ملخص سريع لأن أنا حكيته، لأن في قاعدة بيانات بتقودنا لفهم حقيقة الرجاء وقيمته وعلاقته بالسلام اللي يملأ قلوبنا. بولس اتكلم عن ثلاث مبادئ بنعيش فيها وراء ربنا، وأنا في مدرسة المسيح اديتها فصل كامل اسمه مبادئ العلاقة مع الله، وبيكررها كتير قوي بولس، ان مبادئ الحياة مع ربنا وتبعية ربنا هي الإيمان، الثقة فيه اللي خلصنا بيها، المحبة، الوصية الأولى والعظمى أن نحب الرب وأن نحب بعضنا بعضا، والعمود الثالث هو الرجاء. كتير بولس بيتكلم عن الثلاث حاجات دول، بعضهم بيتكلم عن الإيمان والرجاء، الإيمان والرجاء أو الإيمان والمحبة، لكن في أربع مرات على الأقل قرأت القراءات ديت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة. وبيقول الكلمات ديت في كلوسي لما بيقول عمل إيمانكم، تعب محبتكم، وصبر رجائكم. وحرجع للآية دي لأنها جميلة قوي لما نيجي نختم في النهاية. فبقول أنا عندي ثلاث مبادئ، الثلاث مبادئ دول اللي بيحفظوني في العلاقة وراء ربنا عشان أعيش وأثبت وأكمل، وكل واحدة بتلعب دور كبير قوي في نوعية الحياة مع الله. مركز الثلاث حاجات دول هو المسيح، مركزهم هو المسيح، فإيماني هو بالمسيح. المحبة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. الرجاء هو المسيح رجاؤنا. فمركز الثلاثة دول مش ثلاث حاجات منهمش علاقة ببعض، مركزهم شخص، إيماننا بشخص نحبه هو ونحب بعضنا بعضا لأنه هو أحبنا. رجاؤنا في الحياة الآتية هي في المسيح، أنه سيأتي أيضا ويأخذنا إليه، أنه يعطينا المجد الذي أعده لنا. آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. وقلت أن الثلاث حاجات دول ليهم علاقة كبيرة قوي بالسلام. فمثلا المحبة الكاملة تعمل إيه للخوف؟ تطرح الخوف إلى خارج، والذي خاف لم يتكمل في المحبة. المحبة، محبة الله ومحبتي لربنا ومحبتي للناس بتديني سلام لأنها بتطرح الخوف إلى خارج. فالسلام نابع من الحب، والسلام نابع من الإيمان. مزمور 27، الرب نوري وخلاصي، الرب حصن حياتي، فممن أخاف، ممن أرتعب. الإيمان يعطيني السلام، المحبة تعطيني السلام، لكن إزاي بقى الرجاء يعطيني السلام؟ وده اللي أنا ركزت عليه أكتر وحقوله بس بسرعة عشان أوصل للجزء الأخير اللي في غاية الأهمية. لما تكلم الكتاب في تسالونيكي 5-8 عن الرجاء، الخوذة هي رجاء الخلاص. لما تكلم في تسالونيكي عن عمل الإيمان وعن تعب المحبة وبعدين قال عن صبر الرجاء. ليه قال الرجاء خوذة؟ ليه قال الرجاء مرتبط بالصبر واحتمال الألم والمشقات والمعاناة في الحياة والظروف الصعبة اللي احنا بنعيش فيها؟ ليه؟ لأن ده اللي بيطمني في قلب العاصفة، بيحفظ فكري من الشتات. لأن لما بشوف الظروف معندلة والظروف سيئة للغاية بخاف ويبقى عندي أسئلة كتيرة بلا إجابات فبضطرب. لكن الرجاء بيجاوب على الأسئلة دي، بيرد على المخاوف، فبيحفظ عقلي في الإيمان، بيحفظ عقلي فاهم وعنده إجابات هي ليه اللخبطة اللي العالم عايش فيها. نفس الفكرة، الرجاء بيخليني أحتمل الظروف الصعبة دي فلا أفقد إيماننا. عشان كده بيقولوا ثابتين غير متزعزعين. لما بيكون عندنا هذا الرجاء بنبقى ثابتين غير متزعزعين، ومش بس كده، ومكثرين في عمل الرب كل حين. ليه الرجاء بيجاوب على الأسئلة؟ ليه الرجاء بيديني قوة الاحتمال في قلب الظروف الصعبة
اقتصادية، مادية، صحية، أيا كانت نوع هذه الاضطرابات. ليه بيحفظ قلبي وفكري في المسيح يسوع؟ شرحت الحكاية دي وأشرحها بسرعة مرة تانية. هل العدالة المادية والقضائية، هل العدالة اللي بنسميها الفيزيكال، اللي هي مش معنوية، اللي هي مش روحية، ستتوفر في هذا العالم؟ هل توفرت في أي عصر من العصور؟ هل ستتوفر في أي عصر قادم من العصور إلى أن يأتي المسيح؟ الإجابة أكيد لا. دايما في غنى وفقر، دايما في صحة ومرض، مش كده؟ دايما في ناس ستولد في عائلات كريمة وتعيش حياة كريمة، وناس هتتولد في عائلات ممزقة، والأب خان الأم والأم خانت الأب والأب قتل الأم والأم مش عارف حصل إيه والعيال اتبهدلت، صح كده؟ هتبقى دايما الحياة غير متكافئة، ظالمة. هل كل واحد صاحب قضية وراح لقاضي حتى عادل خد حكما عادلا؟ لا، لأن ممكن الأدلة مش في صالحه، والنيابة لبسته القضية والمحامي معرفش يدافع عنه. هل كل من هو في السجن مجرم؟ وهل كل من هو خارج السجن بريء؟ ردوا عليه. فالنظرة المادية لواقع الحياة، وده اللي قاله أساف في مزمور 93، مش كده؟ كادت أن تزل قدماي، كدت أن أفقد إيماني، وأنا ببص على الخطاة وقد جحظت عيونهم وسمنت بطونهم ومش عارف إيه وإيه، والمؤمنين غلابة ومضطهدين ومنسحقين. كادت أن تزل قدماي، كدت أن أفقد عقلي، لأن النظرة الموضوعية لواقع الحياة أن هذا العالم ظالم، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ الرجاء خوزة بيفهمني، بيجاوب على الأسئلة ديت، بيقول لي إيه؟ بيقول لي خلي بالك، هذا العالم ظالم لأنه وضع فين؟ في الشرير، والشرير مش عادل خالص خالص. يوحنا بيقول كده: نعلم أننا أولاد الله وأن العالم كله قد وضع في الشرير. المسيح محاكمته كانت عادلة؟ ده المسيح ابن الله. بولس محاكماته كانت عادلة؟ والوالي حافظ بيه وعايز ياخد رشوة وبعدين مش عارف يعمل ايه وبعدين يعني كانت عادلة؟ أول مرة لما حكم أمام قيصر خد براءة، تاني مرة خد إعدام. ليس في هذا العالم عدالة اجتماعية ولا قضائية، لأنها كلها نسبية مرتبطة بقدرة الإنسان، وقدرة الإنسان محدودة، وشر الإنسان كثير. ياما ناس ارتكبوا جرائم ولبسوها لناس تانية، والقاضي ما قدموش غير الدليل أن الراجل ده هو المجرم فحكم عليه وهو بريء. مش لأن القاضي ظالم، لأن النظام عاجز أن يعطي لكل ذي حق حقه، لأن العالم قد وضع في الشرير. وعشان كده بولس بيقول لو رجاؤنا في المسيح في حياة سعيدة كريمة ونأخذ حقنا والآخر هنا فقط في هذا العالم، فنحن أشقى جميع الناس. ليه بقى إحنا بالذات أشقى من جميع الناس؟ يعني جميع الناس هتعاني من الشقاء، إحنا هنقاس ليه أكتر من جميع الناس؟ لأننا بقى بنعمل إيه؟ بننادي بالإنجيل فبنضطهد، وبنعطي بسخاء، وبنضحي، وبنتعب، فاهم قصدي؟ فلو مفيش أي مجازال دوت، كل ده في الآخر هنضطهد زيادة، وحنحتقر زيادة، وحنظلم زيادة، فنحن إيه؟ أشقى جميع الناس. لكن الآن قد قام المسيح، والقيامة خوزة يا رجاء الخلاص، تعطينا أن نكون ثابتين غير متزعزعين، ومش بس كده، زي ما هقول ومكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبنا ليس باطلا في الرب. ليه؟ عشان حاجتين.
حاجة الأولانية إن السعادة هنا في العالم ملهاش دعوة لا بالغنى ولا بالمكانة الاجتماعية اللي أنا عايش فيها. هل كل الأغنياء سعداء؟ هل كل الذين في مناصب وماشي فارد كده روحه ومتقرنن على الناس سعيد؟ السعادة والقيمة في هذا العالم هي في المسيح. هي في المسيح. هو حياتنا. هو مصدر سعادتنا. هو مصدر الفرح، به تفرح قلوبنا. السعادة مرتبطة بالحب، مش بالفلوس، مش بالأشياء. مش اللي أنا لابسه هو اللي بيسعدني، مش اللي أنا باكله هو اللي بيسعدني، اللي أنا باكله بيديني لذة، اللي بلبسه بيديني لذة أقل من الأكل كمان. الفسحة بتديني لذة، بتخلص بنهاية الفسحة. المسرحية ولا الفيلم ولا بتاع بتخلص بنهاية الحدث. مش دي السعادة. السعادة مرتبطة بشيء باق، بالعلاقة، بالصفاء، بالنقاء، بالحب اللي بيرضيني بربنا وبشريك حياتي وبأولادي وبالناس اللي أنا عايش فيهم. فهنا ظلم العالم لا يحرمنا من السعادة على الإطلاق. وكم من الفقراء أكثر سعادة بكثير من الأغرياء، وياما ناس متألمين في مرضهم وأكثر سعادة من الأصحاء. لأن السعادة ملهاش دعوة بصحة الجسد، لها صحة، لها دعوة بصحة القلب، الروح. الرجاء بيحول عيني من المنظور إلى غير المنظور، والمنظور لا أمل لنا فيه في عدالة أو سعادة، لكن غير المنظور حتى في هذا العالم هو منظر السعادة ومصدر القيمة. بشعر بإمتي ابن لله، بشعر بإبني تلميذ ليسوع المسيح، بشعر بإمتي أني خليقة جديدة في المسيح يسوع، فقيرا كنت أم غنيا. فقيمتي هي في المسيح وسعادتي هي في المسيح. لكن الحقيقة الثانية أن العدالة الحقيقية وتكافؤ الفرص وكل ذي حق سيأخذ حقه عند مجيء المسيح ثانية. فخوذة الخلاص، الصبر الذي يعطيني إياه الرجاء إن حقي مش هيضيع وتعبي مش هيضيع، هاخد حقي تالت متلت، فمش بفقد الأمل، مش بنهار. فكونوا ثابتين غير متزعزعين، ومش بس كده، مكثرين في عمل الرب كل حين. خليني أخذ كم قراءة تجدد لأذهاننا هذا المعنى بصورة أو بأخرى. في كرونس الأولى وأصحاح 5 وعدد 10، من فضلك طلع لنا هذا الشاهد. كرونس الأولى 5، كرونس الثانية 5:10. لأنه لابد أننا جميعا، لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد. فالعيشة اللي احنا هنعيشها دي متسجلة، مالها متسجلة صوت وإيه وصورة، وكل واحد هياخد التسجيل ده يقف أمام كرسي المسيح. بقيت الآية بحسب ما صنع خيرا أم شرا. خلي بالكم بيقول الكتاب إيه، إن في اليوم الأخير الملائكة ستفصل الجداء عن الخراف، صح كده؟ المعيز عن الخرفان. ودول نوعين قريبين من بعض بس غير بعض، مظبوط؟ وقال ان اللي بيتبعني دول الخرفان،
دول الخرفان. لكن الجداء المعيز دول النوع الثاني. قال الزوان والحنطة، هيجمع كل الحقل وهيفصل الزوان عن الحنطة، والزوان والحنطة يشبهوا بعض قوي، بس دي حاجة ودي حاجة. طيب، الذين فعلوا شرا الجداء سيقف أمام كرسي المسيح، وكل واحد هيحاسب عن كل ما فعل وفكر فيه ونطق من فمه. العدالة الكاملة. وبعدين ما حصلش، شغلوا الفيديو يا أولاد وفضيحة قدام كل الناس. شفت وانت بتعتدي على الست دي، وانت بتغتصب الطفلة دي، شايف؟ شايفين يا عالم؟ شايفين؟ العدالة ستأخذ مجراها يا حبايبي. سيقف كل إنسان أمام كرسي المسيح ليعطي حسابا عما فعل. فالجداء ستعطي حسابا عما فعلت من شر. طب الخرفان ما عملت حاجات غلط؟ قال بولس لا شيء من الدينونة الذين هم في المسيح يسوع. ايش معنى؟ لأنهم أمنوا بالمسيح، فالمسيح عمل ايه؟ حمل خطاياهم فاتمسحت من السجلات. فالخطايا حصل ايه؟ مسحت، لأن المسيح هو اللي ايه؟ اللي خد الخطايا، حمل هو نفسه في جسده خطايانا على الخشبة. كويس؟ فمش هيحاسب الخراف عن الشر الذي فعلوه، لأن المسيح حملها عنهم، وضع عليه اسم جميعنا، فبقت مش موجودة في السجلات بتاعتنا. الحمد لله، صح؟ اطمنتوا؟ مال ايه؟ سنعطي حسابا عن كل خير فعلناه. وطب ولو ما عملناش حاجة خير هنخلص، لكن كما بنار صلت ملط. مفيش مكافآت خالص، مفيش امتيازات أبدية خالص، فستعيش للأبد في السماء بدون امتياز واحد أو إكليل واحد. هتعيش في السماء للأبد فقير. يا عم اخلص وخلاص، ما انتش عارف هيكون خسارتك شكلها ايه هناك. وكل من صنع خيرا سيأخذ مكافأة. فالسماء ليست المكافأة، المكافأة بالإيمان بنخلص، لكن المجازاة العادلة. عشان كده بيقول تعبنا اللي أنا قريتها من شوية ليس باطلا في الرب. هجيلها حالا تاني. ناخد آية تانية بتعبر عن الفكرة دي، رومية 2:11. رومية 2:11، من أكون كاتب الشاهد صح. صح، بيقول لأن ليس عند الله محاباة. يعني العدالة الكاملة هتاخد مجراها اليوم دوت. طب ده أنا، طب ده يعني كان في ود كده، ده أنا أبويا كان أسيس وجدي كان أسيس وده كان شيخ وده مش عارف إيه والحاجات. مفيش محاباة، مفيش محاباة، مفيش امتيازات عشان جيت من أني عيلة. ولا سيعطي كل واحد حسابا عما صنع، وليس عند الله محاباة خالص. خلي بالكم الحقيقة دي، العدالة الكاملة في ذلك اليوم. أخد آية تانية وبعدين أقول شوية تطبيقات. كورنثوس الأولى 3:8، بولس لما بيقول أبولس غرس، أنا غرست وأبولس سقى والله كان ينمي. وبعدين بيقول العبارة الجميلة دي، لكن كل واحد سيأخذ أجرته. فدي أجرة بقى، فهم؟ الخلاص نعمة، لكن دي أجرة، حسب إيه؟ تعبه.
المعجزة ربنا اللي بينمي. أنا غرست وده سقى، لكن الله هو اللي بينمي، فما حدش هياخد الكريدت. أنا الناس دي اتخلصت بسببي، لا، أنا كرست بالإنجيل هم أمنوا. في واحد بيكرز ناس كتير بتؤمن، وفي واحد بيكرز مش ناس كتير بتؤمن، يمكن لأن هو كان ممسوح، ويمكن التانيين كانوا قصات القلب، لكن كل واحد سياخد أجرته بحسب إيه؟ تعبه، تعبه، تعبه. الآية الأخيرة اللي أنا قريتها دي من كورنثوس الأولى 15:58 بيقول إيه؟ مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبنا ليس باطلا في الرب. ده الرجاء، ما أروعه. واللي هيفهم الرجاء كويس حياته هتتغير تماما، اسلوب حياته، الطريقه اللي بيقضي بيها اليوم، الطريقه اللي بينفق بيها الفلوس، الطريقه اللي بيقضي بيها صحته وبينفق بيها ايامه هتتغير. تتغير لو انا فهمت هذا الرجاء المبارك. خليني اقسمها التقسيمه اللي قالها بولس نفسه. عمل الايمان، فكل عمل ناتج من الإيمان فعلته للرب له أجرة. تعب المحبة، وكل تعب نابع من المحبة له أجرة. وصبر الرجاء، وكل احتمال للألم وللمعاناة وللحزن في هذا العالم احتملتها بشكر لها أجرة. بصوا التقسيمة روعة، تقسيمة روعة. أخذهم بسرعة وعندي لسه 16 دقيقة. الحمد لله رب العالمين. عمل الإيمان، أنا مؤمن بربنا، فربنا لما بيدعوني بعمل إيه؟ أطيع. لما يقول لي سيب الحاجة دي عشاني بسيبها، لما أقول له روح المكان ده وبروح، لما بيقول خد الخدمة دي وتحمل مسؤوليتها. عمل الإيمان، إيماني بربنا، زي عبرانيين كده لما بيتكلم في هذا الأصحاح الطويل عبرانيين 11، بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع، بالإيمان قدم إسحاق، بالإيمان موسى غير خائف من غضب الملك، بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان. عمل الإيمان، عمل الإيمان، فكل عمل فعلته نتيجة ثقتي في ربنا ورغبتي أني أطيعه وأحقق مشيئته في حياتي بيسجل وله مجازاة عظيمة. الحاجة الثانية في عمل الإيمان، بيقول الكتاب آمنت لذلك إيه؟ تكلمت. فكل ما بتكلم بالإنجيل وبنادي بالمسيح وبدعو الخطاة إلى التوبة وبدعو الناس أن يدعوا ثقتهم في المسيح، كل ما أنا بكلم الناس عن ربنا وبعلن إنجيل المسيح بيتسجل، بيتسجل. عمل الإيمان طاعة، عمل الإيمان مناداه بالإنجيل، مناداه بالإنجيل، بخبر الناس عن حبه العجيب، خبر بكم صنع الرب بك ورحمك، لا تسكت بل تكلم، أنتم شهود يقول الرب وعبدي الذي اخترته. هو ده الرجاء. واحد من الملحدين مرة كتب هذا الأمر وقال: لو كنت أؤمن بما يؤمن به المسيحيين أن الحياة على الأرض هذه السنوات القليلة تحدد حياة الإنسان في الأبدية التي هي بلا حدود، لزحفت على رجلي، لا 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 كلايمينج، لا يعني تسلقت كل جبل لأصل لكل إنسان في كل مكان في العالم وأخبره عن الحياة في المسيح يسوع. لو الناس دول بيؤمنوا باللي بيؤمنوا بيه ده كانوا عاشوا حياة من الشهادة غير خالص اللي هم عايشينها. لو إيماني بالمسيح هنا بيحدد أبديتي كلها وما بينيش الناس بالتوبة، يبقى أنا مش مصدق الكلام دوت. لو أنا مصدقه مش هسكت. بس مؤمنين كتير سكتين، عارفين ليه؟ عشان ما عندهمش رجاء، عشان مش عايزين بالرجاء. مكسرين في عمل الرب
كل حين بحاول. تعبنا ليس باطلا في الرب. مفيش حاجة بعملها له نابعة من الإيمان ومش هاخد عنها أجرة. مفيش. الحاجة التانية تعب المحبة. بحب فبحب الناس فبمسح الدمعة وبسد الاحتياج وبسند الضعيف وبحضن البردان. وبطعم وبسقي وببذل وبضحي. بولس بيقول أما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل نفوسكم. تعب المحبة. ناس كتير تقول لك استريح استريح خد راحة. يعني مش يعني ما تبقاش حماياوي كده في الخدمة يعني تبتكل روحك. يعني ايوه هاكل روح. مال اعمل ايه. هي شوية صغيرة قد كده وامشي. انا هرتاح هنا. انا مش هرتاح هنا. انا مش هنا مكان الراحة. مش هنا. طوبى للذين يموتون في الرب يستريحون من اتعابهم. احنا مش بنستريح هنا. اللي عايز يستريح هنا مش هيستريح هنا. تعب المحبة. كل ما تتعب من أجل الملكوت ومن أجل الناس، كل ما تغار لله غيرة الحب، كل ما تشتاق لربح النفوس، كل ما تبذل نفسك عشان تأتي بالبعيدين عن الرب. تعبنا ليس باطلا في الرب. يأخذ أجرة. ويل للمستريحين في صهيان. ضيعوا عمرهم استريحوا هنا وطلع هناك نقبوا طلع على الشونة. ما قال ايه الكتاب؟ اخذهم وقال لهم تعالوا الى موضع قليل تعالوا الى موضع خلاء واستريحوا. حد عارف بقية الآية؟ واستريحوا ايه؟ قليلا. شموا نفسكم عشان تكملوا المشوار، عشان تقدروا تكملوا في هذا الجهاد من أجل المسيح، عشان تقدروا تبذلوا نفوسكم للآخر، عشان لا تفقدوا الروح والحياة التي فيكم. فأنا بستريح قليلا عشان أتعب كثيرا، مش بستريح كثيرا عشان أتعب قليلا. حضرتك حسبها غلط. تعبنا ليس باطلا في الرب. ايوه بس الناس مش مقدره، الناس مش بتشكرني، الناس مش بتكفاني، الناس مش بتديني على قد تعبي لا فلوس ولا كرامه ولا تسقيف. هو انت بتتعب عشان الناس ولا عشان هو المكافاه الابديه؟ بيقول ليس بظالم حتى ينسى تعب محبتكم. بيتسجل زي ما محيت خطاياك في المسيح. كل ما تفعله بالإيمان وكل ما تتعبه في المحبة يسجل وليس عند الله محاباة. العنصر الثالث وصبر الرجاء. شرحت الحكاية دي المرة الفاتت بس أشرحها تاني لأن الناس مش فاهمها. لو ربنا سمح لي في حياتي بألم، بظلم، لو سمح لي بمرض موجع، لو سمح لي بظلم ودخلت بسببه في السجن ومرارة القيود، لو ربنا سمح بدوت وتحملت هذا برضا وشكر وتسبيح لربنا ليها مكافأة؟ نعم. ليه؟ عشان انت مارست صبر الرجاء. واللي انت عملته دوت شهادة للناس عن المسيح اقوى من معجزة الشفاء.
في مرضى بكانسر، صلينا لهم وخفوا، احتفلنا مبارك اسم الرب، وده أثر في حياة القليلين. المعجزة تؤثر في حياة القليلين. في ناس زي ما كنت بحكي عن هنا بنت مها حفيدة شيخ هذه الكنيسة وأحد مؤسسيها الشيخ منير. هنا عانت 3.5 سنوات من الكانسر، دخلت عدد من المرات المستشفى، آخر مرة 35 يوم، ألم فظيع، رحلة رهيبة، صلت الكنيسة لأجلها باستماتة، كان في اجتماع صلاة 24 ساعة، مئات من الناس انتظموا في الصلاة من أجل هنا ورحلت. اتفرجوا على الفيسبوك، شوفوا التأملات اللي كانت بتكتبها في المرض، شوفوا الشكر والثقة في ربنا وإعلان صلاح الله اللي سجلته وتأثير ده على آلاف وعشرات الآلاف بل مئات الآلاف. في الجنازة قلت كده: هنا أنت غلبت المرض، المرض ما كسركيش، ما أفقدكيش الإيمان، بالعكس لمع إيمانك وعلنت ثقتك في ربنا في وسط الألم. واختبارها العجيب أن قبل رحلها بيومين كانت متألمة بصورة فظيعة في المستشفى، ومش من كتر الألم مش قادرة حتى تطلب حد يجي يساعدها، وفي هذا الألم صرخت، بصت ناحية الباب لقيت ملكين واقفين وشايلين تابوت من الذهب، ما فهمتش، وبعدين خافت، ملايكة خافت، بصت الناحية التانية لقيت يسوع واقف عن يمينها بتقول: ملاني سلام والوجع اختفى، ونمت زي بيبي صغير مجرد اني لقيته هو بنفسه معايا. ده اختبار اقوى من الشفاء، دي شهادة اعظم من المعجزة، لان اغلب اللي بيجي لهم المرض دوت في المرحلة ما بيخفوش، ولو المؤمنين بيخفوا غير المؤمنين مش بيخفوا يبقى ربنا عنده محاباة. وش معنى 10 مؤمنين ماتوا وواحد خف؟ اش معنى فين العدالة يا اخوة؟ احتمال الالم، الصبر في الالم، الصبر عند فراق الاحباء شهادة اعظم لربنا. عشان كده بيقول خفت ضيقاتنا الوقتية. بتعمل ايه الضيقات نفسها؟ بتعمل ايه؟ تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. سيدة فاضلة كانت بتحضر معنا اجتماعات ورحلت ابنتها في عز شبابها زي القمر بسبب هذا المرض، ولم تتعزى، الزوج تعزى، والجنازة حولها إلى فرح، عرس، عمل عرس يوم جنازة بنته، والأم لم تتعزى وبقيت في حزن شديد. طب ليه تتألم ده كله؟ طب إيه الفايدة من ده كله؟ لغاية مرة كنت بوعظ الفكرة دي وبشرح، عينيها لمعت، قالت: يعني تعب بنتي ما راحش هدر عليها؟ قلت لها لا. قالت: يعني بنتي بقدر الألم ده بقدر المجد؟ قلت لها أيوة. قالت لي: صحيح، أنا تعزيت، وذهب الحزن عنها وتحولت إلى إنسان آخر لمجرد اتفتحت عينيها لتدرك الحق المكتوب لنا. خوذة هي رجاء الخلاص، بتغير نظرتنا للعالم، بتغير نظرتنا للفقر والغنى، بتغير نظرتنا للمرض والصحة، بتغير نظرتنا أنا هعيش إزاي، لا أنا عايز أطيع، أنا عايز أشهد، أنا عايز أتعب، أنا عايز أبذل، أنا عايز أضحي، أنا عايز أنفق، أنا عايز أنفق، أنا عايز أستثمر الكم سنة اللي أنا عايشها هنا من أجل أبدية هناك. وهذا الإله العادل
لا ينسى تعب المحبة. مكسرين في عمل الرب، مش بس ثابتين وغير متزعزعين، مش بس الرجاء بيدين، لا لا، الرجاء بيخليني زي المجنون نكسر في عمل الرب كل حين، لأن تعبنا ليس باطلا في الرب. وقفوا معايا عشان نصلي. هتقف قدام كرسي المسيح كمؤمن وتعطي حساب عما صنعت خيرا. حساباتك فاضية ولا مليانة؟ مليانة عمل الإيمان، مليانة تعب المحبة، مليانة صبر الرجاء، ولا الصفحة فاضية؟ مفيش فرصة تانية، مفيش فرصة تانية للخطاة عشان يصححوا موقفهم هناك، ولا في فرصة تانية للمؤمنين عشان يذخروا لأنفسهم في ذلك اليوم أجرة سماوية. مفيش فرصة تانية للخطاة عشان يقللوا ما ذخروا لأنفسهم من دينونة عادلة. ما فيش فرصة تانية للمؤمنين عشان يزودوا المجد والتيجان والمكافأة. فرصتك هي هنا. ايه كم سنة اللي انت عايش؟ كنت في رحلة وكان معايا واحد رجل أعمال غني جدا جدا، هل قررت أنا ومراتي أن نموت فقراء ونوزع كل ثروتنا قبل ما نمشي. أول حاجة إدى بيته على مساحة مش عارف 60 فدان، بيت مش عارف فيه 20 غرفة نوم، إدى لناس عشان يبقى ملجأ للفقراء. اشترى بيت صغير يعيش فيه وبيلف العالم عشان يوزع ثروته. قال عايز أموت فقير. حسبها صح. عنده رجاء، شايف السماء، شايف السماء. الرجاء بيخليني أرفع عيني من المنظور لغير المنظور، ومن الظهر الحالي للظهر الآتي. في قلبي بيمتلئ سلام، ما عنديش انزعاج، ما عنديش خوف على الأمور المادية، مش خايف ان الناس ما ادتنيش حقي، مش مهم، ما اكرمتنيش، مش مهم، ما قدرتنيش، مش مهم، وكفئتي عنده، وكفئتي عنده. سأقف امام كرسي المسيح، حيقول لي نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أدخل إلى فرح سيدك وأقيمك في الفرح على الكثير. حسبها إزاي؟ حسبها إزاي؟ الرجاء بيغير الحسبة خالص، بيغير الحزبة، بيرتب الأولويات. مش بننساق وراء هذا العالم، مش بننتظر من هذا العالم، رجاؤنا مش في هذا العالم. المسيح فيكم رجاء المجد، المجد.
في وسط الصعوبات، في وسط الألام، في وسط الضيقات المادية والصحية، في وسط حتى الاضطهاد، يا كنيسة افرحي، يا كنيسة افرحي. عارفة ليه؟ لأن عريسك جاي تاني، لأن لينا رجاء، لأنه جاي تاني، جاي تاني، جاي تاني ياخدنا لبيتنا، جاي تاني ياخدنا لمكانتنا، جاي تاني ياخدنا ويكافئنا عن كل ما فعلناه خيرا، وليس عنده محاباة. قول معايا، غني معايا كلمات النشيد ده. يا كنيسة افرحي للمسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسيط، بالفرح وبالتسبيح والمسيح عالساحة الجاية. صدق ان المسيح قام بالحقيقة، ارفع ايده كده. هاي كم واحد مصدق ان في قيامة اموات؟ ارفع ايده. في قيامة اموات في حياة الدهر الاتي، في قانون الايمان كده، اخر حاجة في قانونه، ونؤمن بحياة الدهر الاتي وقيامة الاموات. ده ايماننا، ده ايماننا. لو ده ايماننا نعيشها هنا ازاي؟
لو الشوية اللي احنا عايشينها هنا هتحدد مكانتنا وسعادتنا الأبدية هناك. تفهم؟ اوعى تفتكر المؤمنين هيبقى سعادتهم زي بعض في السماء، مش حقيقي، دي خرافة، ده إبليس بيضحك عليك. زي ما ان الجحيم الناس مش هتبقى زي بعض، لان بحسب ثقل خطاياهم هيكون ثقل جحيمهم، فالجحيم مش متساوي. والمسيح قال كده، سادوم وعمورة يكون لها حالة اكثر احتمالا مما كان لسور وصيدون يوم الدينونة. يعني الجحيم في حالات اكثر احتمالا من غيرها. وزي ان الجحيم كده السماء كده، السماء كده، حياتنا هتمتحن بنار، اللي حياته قش لكن اللي بنى ذهب وفضة وحجارة كريمة، اللي عاش عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء، حاجة تانية، حاجة تانية. اوعى تضحك على نفسك وتقول روح غير اللي انا بقوله لك دوت، ده اللي قاله الكتاب، ودي العدل. فالعداله الكامله هي في الظهر الاتي، مش دلوقتي، مش دلوقتي. الناس سقفت لك ولا لا مش مهم، اليوم في الاخر وانت داخل اللي سقف لك يسوع، سقف لك، ده المهم، ده المهم. دي السقفة اللي هتفضل للأبد للدوي. والعدد الأخير ده هنعيش له وعنينا للسماء، وكل يوم بيعدي بيقرب 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 زمن رحلنا من هنا أو زمن مجيئه هو عشان ياخدنا من هنا. كل يوم بيعدي ما بيرجعش، كل يوم بيعدي فرصة خلاص راحت. كتبت فيها عدلة يا ما كتبتش حاجة، كتبت خطايا هتمحى وتطلع الصفحة بيضاء 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 بيضاء. قول معايا العدد الأخير ده مرة تانية، بنعيش له وقلوبنا في السماء، كل ناس انا شايفها مش فرحانة ان المسيح جاي. فلو انت مش فرحان ان المسيح جاي انت محتاج النهاردة تتوب وتدي حياتك للمسيح، صح كده؟ ولو انت سلمت حياتك للمسيح ومش فرحان ان المسيح هيجي تبقى ضيعت عمرك ده هباء. انا بقول صح؟ انا بقول صح؟ هقول تاني القرار، اذا مش عارف تقوله يبقى انت محتاج تتوب، تنتهي الفرصة، تحط خطاياك على المسيح ويكتب اسمك في سفر الحياة. قلنا النهاردة تلحق، تلحق تعيش للرب، تعيش عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء. هقول تاني القرار، لو انت مش فرحان استغل الوقت ده وتوب، صلي ودي حياتك للرب، واضمن ان لما تقف قدام كرسي المسيح ما تبقاش مع الجداء، تبقى مع الخراف. امين امين. انتوا معايا؟ قول تاني معايا القرار دوت، يا كنيسة افرحي، يا كنيسة افرحي.
الكعبة، صلي ان ما حدش يخرج زي ما دخل النهارده. يمكن عيوننا تترفع للسماء الى يسوع رب المجد الذي هو موضوع رجاءنا، هو ربنا ومخلصنا. ثبت عيوننا عليك يا رب، اسمعش ان حد دخل جداء يخرج جداء، ما اسمعش حد يا رب دخل نايم وما استيقظش، ما يستيقظ. اشكرك عشان كلمتك الحيه والمحيه، نعطيك كل كرامه ومجد في اسم المسيح، امين. أمين. إن كان لنا رجاء في هذا العالم فإننا أشقى جميع الناس. إحنا رجاءنا يا إخوة يا أخوات فين؟ في السماء. وإحنا عايشين على الأرض هنعيش صح ونخدم صح. أمين. نعيش صح ونخدم صح. وما تخافش إنك تخبر عن يسوع اللي جواك وتقول أنا يسوع غيرني، وهفضل أكمل المسيرة، وهفضل أكمل الحياة معاك علشان منتظرين الرجاء المبارك. امين. في اختي البط الصلاه هنا والاسيس عاطف هيصلي لها. في حد جايب اشعه وفيها حاجه الدكاتره مش عارفينها، وهم طلبوا العيله ان احنا نصلي لاجلها، فالاسيس عاطف هو بيصلي في البط الصلاه كمان هيصلي لها. يا رب يسوع نحن نصدق معا يا رب اننا على موعد، على موعد مع زياره الهيه. تاتي علينا يا رب في كل اجتماعاتنا وتمتعنا يا رب بنقول في محضرك، نتكلم الى قلوبنا، نتحدانا لكي نعيش لك يا رب. واحنا عندنا اليقين ده نقدم يا رب كل صاحب طلبه يا رب يضعها في هذا الصندوق، مؤمنا يا رب انك انت سامع الصلاه وانك قادر على كل شيء يا رب. وصلي لأجل كل مريض يطلب الشفاء، وصلي لأجل كل بيت يعاني من أي مشكلة، وصلي يا رب لأجل الأمراض النفسية، وصلي يا رب لأجل كل شخص طالب عمل يا رب. هذه كلها هذه هي حياتنا وبنحطها قدامك، وإحنا مليانين يقين إنك بتسمعنا يا رب وإنك بتجاوب معانا يا رب. صاحب هذه الأشعة نصلي يا رب انك تعطي انت حكمه للاطباء هيعرفوا ايه المشكله اللي عنده، او يا رب تتقرب وتمد ايدك عليه وتنتهي المشكله من بيدك انت القضيه. يا رب اسمعنا حينما ندعوك بشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد من الان والى الابد. ونعمه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس تدوم فيكم ومعكم من الان والى الابد.